شغل البيض والسجق هلأ خلص. ايه شو بدنا نعمل؟ ما رح نعمل اي شي. لانه الشرطة بتكون عم تنتظر بالطرف الثاني. بيكونوا هلأ متنكرين وريحتهم مو حلوة ابدا. مفكرين نحن اغبياء وما رح نكتشفون. لحتى هنن يمسكونا ويحققوا معنا رح نعترف وبعدها منعتذر منهم. مو هيك؟ مو هيك يا سيدي؟ لك بدي أعرف هنن شو مفكرين الناس اللي بيمشوا بالشارع؟ معقول مفكرينهم ما بيتحمموا؟ شو يعني اللي بتكون ريحته حلوة إنه ما بيغلط أبداً؟ ولا اللي بيغلط ضروري إنه يتوسخ؟ مو معقول شو غبي تفكيرن. مو هيك صديقي الياس؟ إذا أنتوا شرطة حققوا معنا ليش نايمين هون؟ ما في شي نحكي بنوب ولا نخبيه كمان. اجتمعنا كلياتنا حتى ناكل بيض بالسجق بس طبعا ما لحقنا. ها؟ إذا كان بدكم تاكلوا ليش هربتوا يا الياس؟ ما منعرف. الإنسان بس يشوف سيارة الشرطة بيخاف وبيحب يهرب. طبيعي يخاف لأنه إذا صايرة شي حادثة بيخاف يتهموه فيها. انت قصدك ما دخلكم بمقتل تيومان ما هيك؟ تيومان ما؟ اي تيومان يا؟ شو هذا اللي كان يحب الموسيقى كيف مات؟ يا خسارة. تيومان يلدران. تيومان تبعنا؟ سيدي شكلك ما بتعرف. هو كان صديقنا كتير. مو صديقي يعني؟ بما أنه ما ترح أقول مثلكم أمري لله. هو كان صديقي بس كيف صار هيك؟ فيكن تضلوا عم تتمسخروا قد ما بدكن. المهم عندي أشكالكن وأسلحتكن واضحين بتسجيلات الكاميرا. بتشوفوا مين اللي رح يضحك بالأخير يا مهضوم. يا سيدي ما حدا ندم أو سلم حاله لحضرتكن لهلأ؟ ما حدا سلم حاله اطمن. رجالكن هربوا بس أوصافهم موجودة عنا. خدوا الياس على غرفة التحقيق بسرعة. İnce falar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp yad ellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, 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 gelsene canım. نوزت خبروا قلب أصلان بتفاصيل الحادثة. أكيد هذا فخ. تيومان كان جاي لعندي لهيك.